تعال. سيبوه، قلت سيبوه. من هنا ورايح لنا بنتك ولا انت ابويا. انساني خالص. واذا كنت انت موت امي بحسرتها فانا مش عايزه موتك بحسرتها. المرة دي لقيت اللي نجيك منه، المرة الجاية مش هتلاقي. ايه اللي مصحيكي بدري كده يا ملكة الدنس؟ هو انا كنت نمت من اصله؟ الله، ليه كفانا الشر؟ انا غلطت لما سبت بيتي وجيت هنا. كل ده علشان حتة العركة بتاعت امبارح؟ احمدي ربنا ده كان هيموتك. عارفة. طيب لما ترجعي له بقى دلوقتي هيعمل ايه؟ ما هو هيموتك برضه. على قد ما انا بكرهه انه كان السبب في موت امي بحسرتها، بس برضه صعب عليا وهو بيقدر لموت ام بحسرتها. زي ما انت بتقولي عادي انه يكره الخير لبنته. الراجل ده بيكرهك، بيحقد عليكي. هو بيشتغل ايه؟ حكيم، رئيس حزب الوفد. ما خلاص يا اخويا بقى، انا مش ناقصه نصايح. وبعدين تكونش انت ولي من اولياء الصالحين يعني. لا انا ما قلتش ولا عايزاك تقول. عموما براحتك يا بنت الناس، بس بيقولي لي بقى البيت فين عشان اجي اعزف فيكي. بقى انا جاي ابشرك تقومي تدهاني بغشوميه كده في وشي؟ الأوبرج يناديكي. أنا مش فاهم أنت إزاي تروح مشوار زي ده لوحدك يا معلم. طاري ومحدش ياخده غيري. ما احنا أولادك برضو يا معلم، واللي يخصك يخصنا. تسلم يا عنتر. الأصول. ده أنت أستاذ الفهلوة والتخطيط، اللي علمتنا إزاي نستعد وليه وإمتى نضرب ضربتنا. كنت شايف قدامي مجنون والنار عمياني. طب لو على ايه دلوقتي يا سيد المعلمين؟ الواد اللي اسمه نطاط داير في كل حته على كل المعلمين يحكي ويتحاكى. الواطي هيفضل طول عمره واطي. اه الواطي ده بقى اسمه النطاط بيه. تقصد ايه يا واد؟ ما يقصدش يا سيد المعلمين، يا سلامه. هو بس غيران عليك وعلى شغلنا. لازم تفهم ان السبع مهما كبر وعجز اسمه في الاخر سبع. العسال اللي نبته هز شوارع وحواري مصر هيرجع يهزها تاني، وهيخسر دماغ اللي يعفو صادم، واللي ما يفهمش كده يغور، مش عايز يشوف خلقته تاني. ايه قلتوا ايه؟ يا تفضلوا بقى مع المعلم الهزق بتاعكو اللي خد علقه زي الحرامي اللي في جامع على ايد صبيان بنته الرقاصه،
يضموا عليا وتعيشوا باحترام. بس اللي احنا عارفينه كويس انك خلاص سبت كارنا وما بقتش فتوى على الطاط. النتات بيه ده اولا يا جوهري، ثانيا بصوا على البيت اللي انتوا قاعدين فيه، بص على السقف المدهب، بص كده يا جوهري، بص يا اخويا، بص كده فوق، بص على الاوتومبيل اللي راكن تحت، وانتوا تعرفوا انتوا قاعدين مع مين، والنفوس بتاعه اللي دخل معلم كل هوزه السجن. انا بعمل ده بس عشان العيشه لذيذه مش اكتر. ايوه برضه احنا ما عرفناش هنشتغل معاك ايه. قلت لك يا جوهري ما تجيبش معاك الواد ابو دماغ تخينه ده. معلش رد عليا نخله. كل واحد فيكم هيطبع كارت ويكتب فيه من رجاله النطاط بيه، وهو بعد كده بقى هيعرف يعني ايه الابواب المقفوله تتفتح. انا بفتح كومباني جديد ومحتاج حبايبي معايا. ها قلتوا ايه؟ يعني الراجل كان عنده حق لما قال اننا خلنا العيش والملح. لا حلو عيش وملح ايه اللي خلناه يا عم سلامة؟ واحنا كنا نعرف اراضيه. جوهري انا اشتغل تحت رجلين المعلم العسال واكلها بدقة، ولا ان الواد اللي اسمه نطاط ده يبقى الرئيس بتاعي. النطاط بيه؟ نطاط بيه يعني. ايوه بلاش الكلام العويل ده عم عنتر اللي ما بيكلش عيش. وبعدين احنا مصلحتنا مع اللي هنكسب من وراه. من الجهه دي بقى احنا ياما كسبنا من ورا المعلم العسال. وفاتحين بيوتنا من خيره. ياما كسبنا يعني، كان زمان يا سلامه. انما دلوقتي ايه الوضع بقى؟ ادينا قاعدين لا شغله ولا مشغله. وبعدين بصراحه بقى وقفتنا ببيت زينات دي بقت عار علينا. او يا جوهري، يعني الشغل مع الانجليز مش عار يا اخويا؟ لا ده موضوع يا عنط. وبعدين بقى يا اما نبقى مع العسال اللي مش لاقي شغلانه ونجوع، يا اما نبقى مع النطاط بيه. وسيبكم بقى من موضوع الوطنيه اللي ما بتاكلش عيش دي يا اخوانا. مخلوف قال انه شافه، بس انا ما صدقش الكلام ده. بقى المعلم العسال ينضرب ليه؟ هي الايام قامت؟ كل قوي مصيره يتهدى يا ابني في يوم من الايام. الله مش واجب برضه نروح نزوره ونطل عليه، ولو عايز حاجه نستقضيها له. ما ينفعش يا زينهم. ما ينفعش ليه؟ الراجل لو عايز حاجة هيطلبها، ودلوقتي حاسس بالمهانة مجروح، ودي أصعب حاجة لأي راجل، خصوصا لو كان واحد في شهرته ومكانته يعني. أو يشرب شوية من الكاس اللي بيسقي الناس منه. لا يا استفانوس أفندي، الكلام ده ما يصحش يطلع من حضرتك. عيب، ده احنا كلنا جيران يا جماعة. جيلة إيه اللي فيها خوف وبطش وإتوات على البشر؟ فقيرهم قبل غنيهم. ما كفايانا ذل بقى يا جماعة. احنا هنفضل لامتى كده عبط؟ ومن تغفلنا نقول دي طيبه. ما بتقولش كده ليه قدامه؟ عشان كنت فاكر نفسي طيب.
انما اكتشفت اني عبيط. مش انت لوحدك يا اخويا. هو استفانوس افندي ماله؟ مالوش، كل واحد عنده اللي مكفيه. على رايك مفيش اخبار عن حسن خليل؟ انت اللي بتسال برضو يا هارون، والله فيك الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ما فيش اخبار عن خليل؟ اهو زي ما انت شايفه كده، من ساعه حسن ما خلوه وهو غايب عن الدنيا كلها. ربنا يفك كربه. الا صحيح الكلام اللي انا سمعته ده عن المعلم العسال؟ بيقولوا حصل بس انا مش مصدق. جري يا علم، روح شوف شغلك. تخش معانا في الحكايات ولا ايه؟ امشي. ايه يا معلم، هو انا مقصر ولا ايه؟ ما انا زي النحله اهو، وعندك حجر تاني للمعلم زين ومصلحه اهو. اصل انا سمعت كلام كده، ربنا يسامحني يعني، ما اعرفش اذا كان كذب وافتراء ولا بحق وحقيقي. سمعت ايه بقى يا بي بي سي؟ سمعت ان ابتهال بنت المعلم تشتغل رقاصه في كباريه. طيب تكلموا عن الناس بالطريقه دي؟ وسمعت الكلام ده بقى منين؟ الله صحيح، هو انت سمعت من مين؟ رجاله المعلم كانوا عنده وجم عندي علشان يفطروا، فسمعت طراطيش كلام يعني. دي اعراض ناس يا خالد. وبصراحة بقى العيب مش على اللي بيتكلم، العيب علينا احنا عشان بنسمع. انا ايه؟ عندك حق. خدني معاك يا حسين. لا 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 لا، هو انا قلت حاجة غلط؟ اللي سمعته بقوله. سيبك منه، احكي لنا قالوا ايه بالظبط. بيقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ عاوز تحكي له الحكاية؟ خد المحل اللي عندك احكي له اللي انت عايزه. لا 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 لا، ايه يا معلم تروني؟ انت بتطردني ولا ايه؟ بطردك، ما تفورش دمي. يلا اتكل على الله. يلا يلا بينا، تعالى يا صوحي. يلا يا عم احكي له الحكايه اللي عندي. يلا ومال؟ خلينا نشوف حكايتنا كمان هتخلص على ايه. اللي هو ده موضوع يتاخر لبالليل؟ ايه يا واد الرخاوه اللي انت فيها دي؟ الله 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 يا معلمه. المهم هو عامل ايه؟ بصراحه حالته بقت بالبله، انا اول مره اشوفه مضروب ومتخرشم كده. الضرب من جواه والده مش من براه. يعني ايه؟ ولا هتفهم. المهم ناويين على ايه؟ لا من ناحيه ايه يعني؟ من ناحيه تانية يعني يا معلمه، من ناحيه معلمكم، طار معلمكم اللي لحم كتفكم من خيره. طبعا، بس هو مش عايز. قال ايه ده طاره وهو اولى بيه وياخده هو. طب ما هو جرب وشاف. خلاص روحي قولي له. زق عجلك انت وانا ليا كلام تاني معاه. وجب يا معلمه بالاذن. ايدك طويلة طول عمرك. بيت يا فردوس. اي تعالي لي هنا، اطلعي شدي حيلك يا اختي. حقك علي والنبي يا بنتي، حقك علي، ما تزعليش مني غصب عني، والله اتأخرت. اترزع. مالك يا بيت؟ قلبي قايد نار يا قبلتي، بين الواد محمود اللي مش طايق جوز خالته عايز يقتله، وبين الظروف اللي ما يعلم بيها الا ربنا، اللي خلتني انا عايشه في حته وابني عايش في حته. كان يوم اسود يوم ما اشتغلت الشغلانه دي. طب بقول لك ايه؟ انا رايحه استقضى مشوار كده، عايزاكي تيجي تقعدي مطرحي. مشوار ايه يا قبلتي؟ ده الشوارع بره ملبشه ما يعلم بيها الا ربنا. طب تصدق باللي خلقك؟ لا اله الا الله. في غيابك الحاره ما كانش ليها اي طعم يا غالي. ربنا يكرم اصلك يا معلم طنان. لا مؤاخذة، كنت يعني بزعل منك ساعات، وأحس يعني إنك بتفتري ساعات، بس لما غبت عننا القهوة دي ما عادتش نفس القهوة اللي أنا عارفها من زمان، ولا دكان السطوحي ولا مزراحي، ده حتى المعبد مبقاش هو. فين الراجل المبروك اللي بنى المعبد؟
فين ابويا وابوك؟ فين الفتوات الكبار اللي اسم اي واحد فيهم كان بيزلزل القلوب من الرعب والاحترام؟ اللي مات اللي مرمي في استباليه واللي قاعد قدام الجامع عشان يشحت لقمه عيشه. دنيا بنت كلب يا جدع. خير يا زينب؟ قلبي عندك يا حبيبي. انت عرفت؟ غلطان. دارك وعايز تاخده بس رايح تاخده بايدك. طب بعد ما تاخده هتعمل ايه؟ تمحي اسمك من على الدنيا؟ بقى ده العسال اللي دماغه توزن بلد؟ يا اخي ملعون ابو الزعل اللي يعمل عين والقلب. افرض يعني بعد الشر بعد الف شر البنت ماتت وانت بلا قافيه دخلت السجن، جرالك ايه يا عسال؟ نار عيده في قلبي يا زينب. ماشي اضربها كسر لحظه العين لكن تموتها؟ يا اخي كل واحد متعلق من عرقوبه، وبعدين البنت مش صغيره عارفه بتعمل ايه. ابتهال مش هترجع تاني، راحت سكه ما فيهاش رجعه، شافت فيها الفلوس والشهره ورجاله كبار لا هنقدر عليهم ولا على اللي وراه. العمر ما بقاش فيه بقيه يا عسل، اللي راح مش قد اللي جاي. تعال يا اخويا تعال اوصلك البيت، الدنيا برد عليك. يلا يلا. السلام عليكم. تمام بقى، بعد اللي اخته وابوه عملوه فينا عايزانا نرجع نتكلم معاه وكمان ندخله بيتنا؟ اولا الولد ملوش ذنب في اللي حصل، ثانيا لازم نغلب المصلحه العامه على المصلحه الخاصه. مفيش نصيب للجواز، ايه يعني وابوها دفع لك اللي عليه، عايز ايه تاني؟ وكرامتي بلاش شغل عيال، انت اصلا جوازك منها كان تنازل منك، وانا عشان كده حاسس ان كرامتي تهنت. انت تتصل بالولد وتقول له اني عايزاه. الولد ده وسيلتنا الأكيدة في الهجرة الشباب لإسرائيل. تفضل. وحشتيني يا ليلى، وحشتني ضحكتك اللي كانت بتملى علينا الشقة، وحشني رقصك معايا واحنا عاملين احلى دويت والناس كلها تتجنن علينا. واحنا ليه بعيدنا كده يا ليلى؟ اسأل نفسك. انا جايز اكون غلطت فيكي كتير وتعصبت عليكي كتير برضو، بس هل عندك شك ان انا بحبك يا ليلى؟ انت اختي الوحيده واكتر واحده فهماني في الدنيا دي كلها. جايز كل واحد فينا يبقى ليه اتجاه او بيبص للامور بطريقه مختلفه، بس الاكيد ان في حاجات بتجمعنا اهمها ان احنا عايزين مصلحه بعض. ليلى انا كنت حزين حزن صادق عليكي في مرضك. ميرسي. انت لازم تبعدي عن الجو اللي انت فيه ده. انا من البدايه كنت ضد فكره الحاخام اصلا، كنت شايف انها فكره متخلفه، بس واضح ان اعتقادك وايمانك بجدوى العلاج جاب نتيجه. الحمد لله. الحمد لله.
بس عشان شفائك يكتمل بقى فانت لازم تبعدي عن الجو ده خالص وعن الحارة وعن الناس اللي هنا كلها. ان شاء الله. ليلى انا ممكن اقترح عليكي اقتراح وتفكري فيه بهدوء. اتفضل. جربي تروحي الكيبوتس. الموضوع ملوش اي علاقة بمعتقدات سياسية يا ليلى. شباب من كل حتة في العالم وافكار جديدة ومختلفة. ناس بتخبز وبتزرع وبتغني. ناس لسه بتعرف تحب. جربي يا ليلى هي تجربة مش اكتر. ما عجبكيش الحال ارجعي تاني. مستحيل. في كل الاحوال يا ليلى انا مش عايزة غير مصلحتك. خدي وقتك وفكري براحتك. الحمد لله على سلامتك. ده اكيد مجنون. ده وقته برضه تجيب لها سيره مستعمرات ونيله. اكيد صارت عليك وطردتك طبعا. ولا صارت عليا ولا طردتني. انا فعلا عايزه اتغير جو. عايزه تبعد عن سيزفت ده وفي الحاره الزباله اللي احنا قاعدين فيها دي. حسن الفاظك شويه. الحارة دي اسمها حارة اليهود. أبوك عمل فلوسه واسمه من هنا. وعلى فكرة بقى الغرور اللي انت فيه ده أخرته مش كويسة. طيب سيبك مني أنا بقى دلوقتي خالص ونخلينا في ليلى شوية. انت مش خلاص قلت لها؟ عشان مصلحتها يا أمي انت كمان لازم تقولي لها. مش بقولك مجنون. يا بركاتك يا موسى يا ابن ميمون. يا بركاتك. هي دي ليلى بنتي حبيبتي وتربية ايديا. انا اسفة يا ماما على اي عذاب انا عذبته لكم معايا. اوعي تقولي كده. هو احنا عايزين ايه يعني غير سعادتك؟ بصي بقى احنا من بكره هناكل بجد حمام ومعمر. عايزاكي ترجعي ليلى اللي كانت تدخل اي مكان كله يلوي رقبته عشان يشاهد جمالها. ممكن اسالك سؤال؟ عشرة يا حبيبتي. احنا جايين الدنيا دي ليه؟ هقوم افتح واجي اجيب التوراة نقرا منه عشان تعرفي الجواب بنفسك. مساء الخير يا طنط. مساء النور. احنا زمايل ليلى في شيكورال. فيفيان ودلال صح؟ صح يا طنط. ومسيو وجيه المدير. بونسوار يا هان. بونسوار. اهلا وسهلا شرفتونا اتفضلوا. مش كنت تقولوا كنا فرشنا الارض ورد؟ اهلا بيكي. اهلا وسهلا اتفضل شرفتونا ونورتونا. اهلا وسهلا. اهلا اتفضلوا اتفضلوا استريحوا لحظه واحده هبلغ ليلى بس. خليها يا هان براحتها ولو تعبانه بس بلغيها سلام. لا ازاي دي هتتبسط قوي لما تشوفكوا. ثانيه واحده. مين اللي جابهم دلوقتي بس؟ الناس جايين يطمنوا عليكي. انا تعبانه ومش قادره اقابل حد. معلش حطي الروب عليكي 10 دقايق. الناس جايين من اخر الدنيا ومكلفين نفسهم ورد وشوكولاته. طب اتفضلي حضرتك وانا هاجي وراكي. حطي شويه مكياج ما تشمتيش حد فيكي. معلوم يكونوا بيغيروا منك طبعا. طب اخرجي بقى. يلا. انسى اللي حصل ده كله خالص. انت وصفوت اصدقاء وكمان اخوات. ده شرف ليا يا فندم. خلينا في المهم. انا سمعت ان الهجرة لإسرائيل بدأت تقل. يا ترى ايه السبب؟ اول سبب الحذر من البوليس السياسي. تاني سبب الأموال المطلوبة كتيرة جدا وأنا ما كانش عندي معين غير حضرتك والباشا. ارجع زي زمان. عايزين همة ونشاط. الكيبوتس لازم تتملي لأنها أمل إسرائيل. شرفتونا وكترتونا وزودتونا. ميرسي يا هم. الحمد لله على السلامة يا ليلى. الله يسلمك يا دلال. ازيك يا ألف حمد لله على السلامة يا ليلى. الله يسلم حضرتك. يا لولا وحشتينا. وانتي أكتر. يا وحشة. مهون عليك تغيب عننا كل ده؟ غصب عني والله. ها ودلوقتي عاملة إيه؟ أحسن؟ الحمد لله. ميرسي قوي يا مسيو تشريف حضرتك ده. هعمل لكم حاجة تشربوها حالا. شكلك أخدتي دور جامد قوي. بس الحمد لله بقيت أحسن.
لا لا بس انت تعبتي عشان مش واخده على الراحه. ايوه يا ليلى انت لازم ترجعي الشغل تاني. يا سلام عشان ترجع تاخد مننا الزباين مره تانية. ده احنا مصدقنا خرجناها. يا فيفيان على قلبك الاسود. الصراحه ليلى ما فيش زيها. احنا لغايه دلوقتي مش عارفين نعوض غيابك. احم. ايوه يا ليلى لازم ترجعي الشكوريل تاني ان شاء الله. ودلوقتي كمان ما فيش لا علي ولا غيره ولا عياط ولا شحتفه. كلهم ما يستاهلوش. وبصراحه كنت حاسه انك مبالغه لما شفته على الحقيقه. انشوفتي فين؟ جه عندنا شكوريل وكان معاه مرسيل مزراحي. دي كانت جايه تنقل قمصان ومناديل. واضح ان بينهم قصه حب. مارسيل هادي قيم الموسم العليا اللي انت تربيت عليها. قولي انت اخر واحدة تتكلم عن الموسم العليا. ليه ارجع كل يوم سكرانة من كبريات مع كومبارس ونسي واجبي تجاه نفسي ووطني؟ دور وشك الناحية التانية دي. ما تواجه زي ما تعودت عليك. ولا انت خلاص هات واحد تاني انا ما عرفوش ضعيف قدام شهواته. بتقولي ما تكلمش على قيم الموصل العالي. انت مين عشان تحكم عليا وتعمل من نفسك اله؟ يا علي بيه ده حتى الاله بيغفر وبيسامح وبيعرف يعني ايه واحده تضحي بروحها عشان اسره وراجل كان هيموت اسمه اب. ما سمعتش ولا فهمت وقلبك اتحول لحجر ونبلت. قلت يا بنت ده من حبه ليكي من عشانه فيه. فضلت من ساعتين فاتوا كبير في عيني وفي نظري. لكن دلوقتي لا انت اللي فاكر نفسك اليها. انا خلاص كفرت بيك وبحبك لاني مستحيل احب انسان ذليل ضعيف مسلم نفسه للشيطان وجاهز جدا يكون هو نفسه الشيطان. أنا هاجي معك إسرائيل.